السؤال التالي: في بعض المسائل المعاصرة تعددت آراء العلماء المعاصرين، كيف نأخذ بإحدى هذه الآراء حتى تطمئن القلوب؟ مثال bisa dengan umum. المثال يعني في تهنئة النصارى بعيد المسيح، يعني تعددت الآراء وكثرت الأقوال، فكيف نختار من بين هذه الأقوال منهم علماءنا الأجلاء؟ الجواب: السائل يقول هناك مسائل اختلفت فيها آراء العلماء المعاصرون، فمنهم من حرمها ومنهم من أباحها ومنهم من توسط ومنهم من شد، فما الحكم وكيف نأخذ برأي من؟ أنا أعطيك في هذه المسألة جوابا وسطا يحل مشكلتك وتستطيع أن تتحكم في حسب الشريعة الإسلامية. الجواب: تهنئة المسيحيين، أما التهنئة بعيد الأضحى والفطر وغيرها من العشر المسائل الشرعية التي سن فيها التهنئة، هذه لا مجال للخلاف فيها، وقد ألف فيها كتب، ومنها كتاب ابن طولون سماه فصل الخواتم في التهاني، ومنه كتاب أصول الأماني في أحكام التهاني. لكن إشكالنا التهنئة المسيحيين بعيد الميلاد أو اليهود بعيد أعيادهم، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيها مطلقا، وقسم لا يجوز فيها مطلقا بل يحرم وقد يؤدي إلى الكفر، وقسم فيها خلاف محل البحث. أما المسألة الحالة التي يجوز فيها مطلقا عند الإكراه، إذا أكرهت على أنك تهني تشتغل عند واحد نصراني أو عند واحد كافر بالضرورة، وإذا لم تهنيه بعيده ربما يفصلك عن عملك أو يقتلك أو يأذيه، فالإكراه يبيح كل شيء إلا الشيء الذي له تعلق بالغير فلا يجوز. الحالة الثانية التي يحرم فيها مطلقا وهو أن تهنئهم بالعيد مع تأييدك للكفر ومحبتك للكفر ومحبتك أن يبقوا على دينهم وكفرهم ولا يعتنقوا الإسلام، فالرضا بالكفر كفر، وفي هذا الحال يكون حرام. الحالة الثانية: لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، إذا لم تكن مكرها وليست أيدهم على الكفر ولكنك ضد الكفر والفساد فأردت أن تهنيها، فالمقام مقامين: مقام ورع ومقام جواز. فمقام الورع والاحتياط ألا تهنيهم أبدا ولا تدخل كنائسهم، ولا تخرج منك كلمة تهنيهم بأعيادهم أبدا. وقد ألف عبد الله بن نور كتاب سماه السيف البتار في التزيه للكفار. المقام الثاني مقام الجواز، مقام الجواز هذا هو في هذه الحالة، لكن مش أكله الذي اختلف فيه آراء المعاصرين، وأنت تعرف علماء العصر وعلماء الوقت هذا أنواع وأشكال، حد يحب الفلوس جم، حد يحب الدنيا جم، واحد متوسط، واحد يجامل، واحد كذا. فأنت إذا قدرت أن تسلك طريق الورعين فذلك أحسن، ولكن إذا ما تأتى للحاجة يقولوا في مثل حضرني: إذا دخلت إلى بلاد العوران غمض عينك. فأنت ما معك إلا عند الحاجة تغمض عيونك وترك ذلك أحسن. هذا الجواب بالاختصار والله أعلم.